كمان مثلا ساعة باشمهندس تاني بيقول الفرق بين الفلويد اندر ستاتيك كونديشن والفلويد اندر دايناميك كونديشن ان في واحد واقف وواحد بيتحرك مش كده؟ ما هو يعني بيتحرك يعني وفي كل زمن في مكان مختلف ما هي الطيب داخل معانا اهو جميل قوي يعني لو عندي ازازه الميه دي ماشيه بسرعه ثابته 5 متر في الثانية أطبق عليها قوانين الديناميك ولا الاستاتيك؟ نعم أنت كده يبقى أنت إيه؟ ابتديت أهو توسع شوية في تعريف الاستاتيك فلويد يبقى الاستاتيك فلويد يا واقف ماشي كلنا متفقين يا ماشي بينفض الوسط أو كونستانت الوسط تمام؟ لا ده انت هتكتشف كمان او هو في جزء الحقيقه مش هتدرسوه انتوا ان لو الفلويد ده از بلك از بلك يعني ما فيش فلو ريت يعني مش داخل في ماسوره خارج من ماسوره مش داخل في تانك وخارج ده از بلك كحجم كده كريجن بيسموها ريجن بادي موشن لو ماشي باكسلريشن ثابته اقدر برضه اطبق عليه قوانين الاستاتيكس. النهارده هنخش في شابتر جديد اللي هو ثيري اوف مانومترز نظريه المانومترز او المانومتر. المانومتر عباره عن جهاز ملي بيقيس البريشر الضغط فقط ده كل اللي هنتكلم عليه بس من قياس البريشر ممكن برضه اقيس بلاستيك ومن قياسي للبريشر ثم للبلاستيك اقدر اقيس فلوريد فاذا مجرد ان انا اقيس بريشر ما هواش الاوتبوت النهائي ده انا ممكن من قياس البريشر اعرف حاجات كتير قوي تمام؟ عشان اعرف اقيس البريشر لازم اعرف هو بيتغير ازاي ولازم اعرف اطبقه على فلويد في اي حاله زي ما قلنا يبقى لازم الفلويد ده يبقى اندر ستاتيك كونديشن. عايز بس اطمن كده اول ما اتكلمنا عن فلويد خدنا شويه تعريفات ديفينيشنز واحيانا معادلات صح؟ طيب حد عارف يعني ايه فيسكوستي؟ اللي عارف يقول اللي شاكك شويه يستنى فيسكوستي اتفضل المنع اللي بيديها السائل لما بيتعرض لشيء تاني؟ المنع اللي بيديها السائل لما بيتعرض لشيء اللي عامل على التحقيق الممانعة اللي بيعملها السائل لما بيتعرض لشيء. خلينا نتكلم جنرال بلاش نتكلم على سائل فقط خليها في يوم اللي هو يشمل جاز وليك تمام كده؟ طيب انا برضه عشان اطمن ان انتوا فاهمينها اكتر هديك ايه مثل بسيط لو ازازه الميه دي ماشيه بسرعه 5 متر في الثانيه تقدر تحسب الشير ستريس اللي بيحصل ما بين سطح الميه وسطح الازازه لو انت عارف الفيسكوس بتاع الميه تقدر تاني ها واحد شاطر يقول مش سامع انت كده بتقول المعادله طب نكتبها يمكن نعرف نحسب عايز تقول ان تاو بتساوي يو دي يو باي يو صح؟ طيب الكونتينر او الكوبايه دي ماشيه بسرعه 5 متر في الثانيه ومليانه ميه تقدر تحسب لي الشيل اللي بيحصل ما بين الميه وبين سطح الكوبايه الاجابه بزيرو ليه بزيرو؟ ممتاز عشان ما فيش ريلاتيف موشن ما بين اللايرز بتاع الفريون وبعضه وما بين اللايرز بتاع الفريون وسطح مين؟ سطح الكوبايه امتى يبتدي الشيل يظهر؟ لما اقلب الكوبايه او الميه دي تبقى ريلاتيف موشن يبقى تعريف الفيسكوستي هو مقاومه المانع سائل او غاز دي الحركه في النسبيه ريلاتيف موشن كمان بلاش بقى كوبايه ده انا هجيب لك ماسوره اهو الماسوره دي بتطلع جيت اهو ليكويد او غاز بس طالعه على اساس ان سرعه الفلو اللي طالعه ايه؟ ثابته يعني 5 متر في الثانية 5 متر في الثانية وهكذا ينفر الفلو تقدر تحسب الشيل؟
برضه بزيرو لنفس السبب ان مفيش ريد مناسب. واحد يقول لي طب ما انا اعرف اجيب دي يوباي واي احسبها. ما انت لو بصيت على دي يوباي واي هنا هتطلع ايه؟ فيزيو. مفيش تغير. هو ده الاحساس بالاشخاص. طيب واحد تاني يقول لي ايه الفرق بين الكومبريشن فلويد والان كومبريشن فلويد؟ انت عارف؟ انت بتقول نموذج مين ده ونموذج ده. جميل. يعني لو كومبريشن فلويد سهل ينضغط زي الهواء. ان كومبريشن فلويد صعب ينضغط زي الميه. طب انتوا خدتوا اول بروبرتي عباره عن ها؟ كومبريسبيلتي. عرفت منها ان الميه كومبريسبل ولا ان كومبريشن فلويد؟ ان. اما بتحل المعادله دي عشان تجيب لي فرق البريشر اللي حصل نتيجه تغير في حجم الميه صح؟ ما هو بينضغط. هو الحجم بيتغير لما البريشر بيزيد. جميل. بس التغير ده طفيف جدا لدرجه ان بعد ما عرفنا المعلومه اقدر تماما في كل دراسه للفلويد اعتبر اي لينك في الدنيا ازيف ان هو ان كومبريشن. تمام؟ ده يوصل لك حاجات كتيره قوي. يعني مثلا المعادله دي تفصلك ليه بيحطوا بالونه على الموتور بتاع الميه؟ حد شاف البالونه دي؟ تعمل ايه يا شباب؟ طيب هو يعني مش شرط السباك بس اللي يعرف. يعني انت المفروض كمهندس كل الحاجات دي تبص عليها. وبرضه مش شرط بتوع ميكانيكا فقط. يعني انت كمهندس يبقى كل حاجه في البيت يقول لك تعالى يا باشمهندس انت اللي اتصرف. صح مش بيحصل؟ يبقى عندك الكونسيبت ده. تمام؟ وبرضه تعالى يا باشمهندس. يعني مثلا لما تيجي تقلي البطاطس في الزيت ليه بتخلي الزيت يقعد شويه عشان حرارته تعلى قوي؟ بيسموه يقلع. صح؟ ليه يا باشمهندس؟ هم عارفين بقى البنات ليه؟ هم بقول لك عشان ما تقطعش عليه. صح؟ ما هو السبسيب جرافيتي بتاعت الكويل اقل من الميه. فلو سيادتك حطيت البطاطس او الحاجه اللي فيها ميه قبل ما الزيت ده يسخن هيحصل ايه للميه؟ تنزل تحت الزيت. خمس دقائق الزيت يبتدي يسخن يعلى عن درجه حراره غليان الميه. طبقه الميه اللي تحت دي ايه؟ طبقه وتفرقع هتطرطش لك كل الزيت في وشك. صح؟ استنى بقى لما الزيت ده يعدي درجه حراره الميه حتى بالمراحل شويه عشان اول ما تحط البطاطس او اي حاجه فيها ميه يحصل ايه للميه قبل ما تنزل تحت؟ تتبخر بقى على طول. مش كده؟ ده طبيعي على السوزين جرافيتي. رو رو نرجع للبالونه بتاع الموتور. عشان الميه انكمبريسبل يا شباب وعشان الهواء كومبريسبل حطينا البالونه دي. البالونه دي عباره عن ايه؟ كاوتش جوه او حاجه فعلا بالونه كده. ها؟ البالونه دي يعني الميه اللي هتخش لها من هنا بس هنا في هواء مضغوط. حتى في بلف فوق كده بينفخوا الهواء ده كل فتره بالمفاتيح كده وهي بتخبط على البالونه دي. السباك ساعات بيعملها. لو سمعت صوت رنة كده يبقى في هواء يبقى سليم. سمعت صوت مكتوم يبقى اكملت ميه او مفيش هواء تقدر تاخدها تنفخها يبقى البالونه اتخرمت اتغيرت. الهواء المضغوط ده بيعمل ايه؟ في هواء مضغوط اول ما الموتور يشتغل بينضغط الميه. طب الميه ان كومبريسبل اصلا. يعني ايه ان كومبريسبل؟ يعني مجرد ما وصلنا لبريشر معين لو سيادتك فتحت الحنفيه بس نزل لك نقطتين ميه نقطتين ميه يحصل ايه للبريشر بتاعي؟ يقل على طول. لان المعادله دي بتقول ان البريشر محتاج بريشر عالي قوي عشان اغير تغير طفيف جدا في الفوليوم. العكس صحيح. لو الفوليوم ده حصل فيه تغير طفيف قوي البريشر يحصل له ايه؟ دروب مره واحده. يعني لو انت مش حاطط البالونه شغال ميه فقط مجرد ما تفتح حنفيه الموتور يشتغل تقفل حنفيه الموتور يفصل بس يشتغل يفصل هياخد كهرباء كتيره. ده بالاضافه لانه هيعمل بريشر ويفز كتيره حاجه اسمها ووتر هامر وهكذا. طب البالونه بتعمل ايه بقى؟ الهواء اللي مضغوط جوه دوت الميه تقدر تضغط خلاص بحيث ان في سيركمفيرنس كده الهواء بيتضغط هنا مضغوط ودي بقت مليانه ميه. في وظيفتين هنا كانك عامل ستورج تانك طبعا بتحط كذا بالونه بحيث ان الموتور لما يوصل للبريشر المطلوب
يفصل يريح بقى دقيقتين بقى. طب المايه دي مجرد ما فتحت الحنفيه لو ما كانش في هواء بيزقها كان الموضوع هيشتغل تاني، انما عشان الهواء كومبريس او كومبريسبل او سائل الانضغاط يقدر يتمطع بقى يزق المايه بتاعته لغايه لما يوصل لقيمه معينه يبتدي بقى الضغط يقل وبعدين الموتور يشتغل بعد فتره معينه. ده تطبيق على المعادله دي وعلى الكومبريسبل فلويد والانكومبريسبل فلويد. اخر حاجه ونخش في المحاضره الماخ نمبر، سمعتوا عنه؟ المخ نمبر ده باشمهندس اكيد عارف المخ نمبر اكيد خدوه، ما هو حدش بيقول ما خدناش السنه دي. ايوه هجي لك عليها مسائل. اتفضل. المخ نمبر عباره عن الريشيو ما بين سرعه الحاجه اللي عايز احسبها انت دي الماخ انت وانت بتجري، الماخ بتاع سرعتك على سرعه الويفز بتاع الصوت في الميديا اللي بتجري فيه الهواء بقى وهكذا. يبقى الماخ نمبر سرعه الحاجه اللي عايز احسب لها الماخ، الحاجه دي ممكن تكون في دوت، ممكن تكون صاروخ، طياره، معايا؟ على سرعه الصوت في الميديا اللي ماشي فيه الحاجه دي، ممكن تكون هواء ممكن تكون ميه. بالمناسبه سرعه الصوت في الهواء كام؟ سرعة الصوت في الهواء سرعة الصوت في الهواء كانت زي كي ار تي معادلة يا باشمهندس ما سي الصوت فيها سي بي على سي بي اللي هي انتوا يعني رمزها احيانا بيبقى كي جاما، هي طبعا كي دي غير الكي بار كود بس انا معاك خلاص. فاذا قيمه سرعه الهواء فانكشن في التمبريتشر حسب التمبريتشر اللي انا ماشي فيه. يعني في مساله بسيطه اقول لك احسب لي سرعه الصوت في الهواء اللي درجه حرارته 0 ديجري سنتيجريد بكام سرعه الصوت؟ 0. يعني لو انت واقف في القطب الشمالي ودرجه الحراره صفر واتكلمت مش هتسمع نفسك؟ الصوت هينتشر. اه يعني التمبريتشر دي ديكريس كلفن يعني ديكريس سنتيجريد زائد 273. اكيد خدتوا اليونس ده مهمه جدا. يعني ينفع احط ترمومتر في بقي كده واقرا الاقيه 100؟ ينفع احسبكم؟ والله ينفع. بس 100 ايه؟ فهرنهايت تكافئ تقريبا 37 ديجري سنتيجريد. لما بتقرا الضغط حد فيكم بيقيس ضغط ولا حاجه؟ بيبقى كام على كام النورمال؟ 120 على 80. 120 ايه؟ كيلو باسكال ولا ايه؟ ما تعرفش؟ خليك بقى في 120 ايه يا شباب؟ ضغط يا خبر، هل الضغط جاب 120 مرة؟ هيتفجر الراجل. معقولة؟ أنا مش عارف. 120 ملي متر زيبق، برافو عليك، اللي هو كام ضغط جوي؟ نقدر نعرف بالمناسبة، لأن الضغط الجوي كام؟ 76 سم زيبق، جميل. لما بتنفخ كاوتش العربية بتنفخه على كام؟ 120 يا عم. كام؟ الفيا أكيد. 28 ايه بقى؟ لازم اقول اليونت يا شباب. بي اس اي معلومه بقى عشان هتجيبكم في المسائل الامتحان كتير. الاتموسفيريك بريشر الواحد اتموسفير 10 اس 5 باسكال 100 كيلو باسكال تقريبا يعني 1 بار بتساوي 14.7 باوند بير سكوير انش بي اس اي. يبقى لما بجيب لك بريشر في مساله من بي اس اي اوعى تقول لي احوله زي باسكال، انت لازم تحوله في حتت. المعادله دي تقول لك واحد اتموسفير بيساوي 14.7 بي اس اي، حط بقى قيمه الاتموسفير اللي عايزها من باسكال قصاد القيمه اللي جايه من بي اس اي تقدر تحولها بسهوله. انت بتحفظها زي الروت على الهواء تحفظها 1.2 لو ما قلتلكش اي داتا ثانيه. الروت على الووتر 1000، روت على المتري 13600 تبقى حافظها. الجرافيتي كام؟ 9.8 مش 10، في ناس بتقرب 10 دي بتبوظ النتائج نفسها. خلاص؟ طيب. نرجع للماخ نمبر تاني. الماخ نمبر ده يا جماعه صحيح احنا خدناه كديفينيشن كمعادله بس يكفي ان انا اقول لك حاجه بسيطه قوي. الراجل اللي عمل ابحاث في الماخ نمبر قلب علم الفلويد ميكانكس رأسا على عقب.
كان مستحيل توصلها بالإحساس البسيط الفطري بتاعك، إنما بالإكسبرمنتال وورك والمعادلات أثبت الكلام. ألا وهي هي إيه الحاجة بقى اللي وصلها للمادة أو المادة نمبر بتاعه؟ أنتوا عارفين دي إيه يا شباب؟ دي إيه اللي أنا رسمتها؟ لو الفلوس ماشية نوزل، بتعمل إيه النوزل؟ بتزود السرعة على حساب البريشر في كده. صح؟ طب ودي ايه؟ بتعمل ايه؟ العكس. تعمل ريكفري للبريشر على حساب السرعه بتقل. الكلام ده كان زمان قبل ما الراجل ده يظهر. هو قلب الدنيا بقى. ليه قلب الدنيا؟ انتوا سمعتوا عن صواريخ وطيارات بتطير بسرعات ماخ بكام؟ 5 و6. طب هو عشان الصاروخ يطلع بماخ 6 لازم يزق الغازات بسرعه على الاقل نفس الماخ، صح؟ يعني ازاي الغاز اخليهم بماخ اكبر من واحد اصلا؟ يعني سرعه الفيول اكتر من سرعه الصوت. حاجه مش سهله. الناس كلها في الدنيا كلها وصلت لليميت ما يقدروش يعدوه. ايه هو الليميت ده؟ ان في الكونفيرت في النظم دي الماخ نمبر مستحيل مستحيل يزيد عن واحد. امال انا عامل صواريخ ازاي؟ يعني اي نظم في الدنيا عاديه مستحيل الماخ نمبر اللي خارج منها يزيد عن واحد. الراجل ده عمل حاجه عجيبه بقى. وصل الفيول بسرعه الصوت عند الخروجات وقام يركب عليه ديفيوزر. ده ايه الشغل العجيب ده؟ طب ما هيرجع تاني الفلود يتبطل؟ لا، هو ما حصلش بقى الكلام ده. بس بشرط ان يكون وصل لماخ اتقلبت الدنيا بقى. لا، الفلود بيكمل اكسبانشن، يعني سرعه بيكمل تزيد والضغط بيكمل يقل لغايه لما وصل هنا لاي ماخ هو عايزه. 1 2 حسب بقى الريشيو. بنفس المقاسات يعني؟ نعم. نفس المقاسات بتاعت؟ لا لا، المقاسات واطوال النوزل والحاجات دي حاجه معقده مش سهله. انا بتكلم ان نفس الثيكنس بتاع النوزل يعني. ما ده اللي انا بقوله، ده حاجه مش سهله حته ان هو يحدد الريشيو. الواحد حط ايه؟ ديفيوزر، اللي هو كان بالنسبه لنا ديفيوزر، اصبح اسمه الجديد سوبر سونيك نوزل. يا جماعه في علم برانش كده مفصول عن الفلويد اسمه جاز دايناميكس، كل قوانينه فانكشن بالمبنى. انا بس بديك انديكيشن عن يعني الديفينيشنز البسيطه دي ممكن تعمل. انا يمكن انت تبقى فاهم ايه الماخ نمبر ده وايه الفيزيكال مينينج بتاعه، وتبقى عارف ان لو الماخ نمبر دي اقل من 3 من 10 اكيد خدتوها دي، اقدر افرض ان الجاز اللي خاص بالغازات الكلام ده ينفخ كان الهواء زي الميه بالظبط وتحت ما بتتغيرش، واقدر اسهل المعادلات على هذا. اكتر من 3 من 10 لا. يبقى الروت تتغير حسب الايه المعادله في الكوشن كوستيك او غيره وهكذا. جميل؟ طيب اخر حاجه بقى عشان نخش في صميم الشخص. البريشر. ايه تعريف البريشر؟ نورمال فورس على الايه؟ طب الشير؟ طيب الفرق بين الشير والبريشر ان البريشر نورمال. الشير تانجنشال مع ان وحداتهم فاسكالي الاثنين مهم قوي. تمام؟ طيب احنا هنتكلم على البريشر من كذا حاجه. اول حاجه البريشر ده دي وحدات وليه ديتا. البريشر اللي فوقينا ده اللي هو الضغط الجوي اللي هو 10 5 كان نتيجه الغلاف الجوي، صح؟ نتيجه عمود الهواء اللي فوق راسنا على مسافه الليرز بتاعت الايه؟ الغلاف الجوي حوالين الكره الارضيه. فصيلتهم تقريبا حوالينا ثابته اللي هو الاتموسفير. حوالين الكره الارضيه طبعا بتتغير من مكان للتاني عشان الكره الارضيه مالهاش قوه بالظبط يعني. بس القيمه الستاندرد 10 5 باسكال. انا عندي ماسوره ماشي فيها فلويد. قست الضغط بتاع الفلويد ده لقيته قيمته لو اتقست من الصفر يبقى الابسيوت بريشر بتاعها اللي يبقى كده من الصفر. عشان كده اسمه ابسولوت بريشر. ليه قيمه معينه؟ قال دي 1 ابسولوت. طيب ماسوره ثانيه ماشي فيها فلويد الاتموسفيريك الاسف الابسولوت بريشر بتاعها عند نقطه 2 من 0 ل 0. ينفع الابسولوت بريشر يبقى اقل من 0؟ مستحيل.
كده؟ عشان كده الـ equation of state اللي هي بي بتساوي رو ار تي، لو واحد عوض من البريشر ده بيتنقش البريشر بيتبعد، لازم يبقى ابسولوت بريشر. ايه الفرق بين ابسولوت بريشر والجيج بريشر؟ جرافيتي بيقول لك اهو. الجيج بريشر بقى ما بقاش فيه من الصفر، لا انا واقف في الاتموسفير دايما. فالجيج فوق الاتموسفير ده اسمه جيج بريشر وبسط، لان فوق الاتموسفير بنسى بقى ايه الاتموسفير والكلام على الجيج. عشان كده لما بمسك الجهاز اللي بيقيس الضغط بتاعي، الضغط الجوي يعني او الضغط وطبعا قيمته ايه، لو ماسكه في ايده والعداد قال صفر، يبقى العداد ده من النوع اللي بيقيس الابسولوت بريشر ولا الجيج بريشر؟ جيج، لانه قال صفر في الضغط الجوي، وده معظم العدادات بتبقى كده. الا لو اسمه بارومتر مش بارومتر يعني، او الجهاز بتاعي بارومتر بيقيس الضغط الجوي اصلا، يعني تلاقي المؤشر مظبوط على قيمه الضغط الجوي اللي احنا واقفين فيه. طب نفس الكلام لو عندي بريشر تحت الاتموسفير، ده برضه جيج بريشر، العداد بيقراه بس بيقراه المؤشر بيتحرك الناحيه الثانيه بقى من الزيرو، يبقى بالنيجاتيف فاليو، عشان كده بنسميه فاكيوم بريشر. خلاص دي معادله بسيطه قوي، الجيج بريشر سواء بوزيتيف او نيجاتيف بيساوي ها الابسوليوت بريشر اللي بيتقاس من الزيرو ناقص الاتموسفيريك بريشر اللي هو رقم 6. عايز بقى الجيج من الاتموسفير والابسولوت، عايز الابسولوت من الجيج والاتموسفير، ما عنديش مشكله. اكتر مشكله بتحصل ان واحد شغال في اي معادله بقى، مانومتر زي اللي هناخدها او معادله في الاتموسفيريك فورس او حتى في المومنتم، يحط في ناحيه البريشر بره جيج والناحيه الثانيه يحطه ابسولوت، لا الكوكتيل ده ما ينفعش. هتشتغل من اول المساله لاخرها جيج شغال جيج على طول، من اول المساله لاخرها ابسوليوت شغال ابسوليوت على طول، وفي الاخر هو عايز ايه اقدر احوله. يعني انا حسبت الجيج هو عايز الابسوليوت المعادله قدامه، اجمع عليه ابسوليوت. ماشي يا شباب؟ طب تعالى بقى نخش في المحاضره بتاع النهارده اللي هي المانومترز اللي هي بتتكلم على البريشر، ازاي نقيسه، وعشان نعرف ازاي نقيسه عايزين نعرف ازاي بيتغير اصلا. طيب زي ما قلنا نبتدي تعريف البريشر. البريشر هو نورمال فورس اكزيرتد اون فلويد سيرفيس في اليونت اريا، فورس في اليونت اريا اللي يقول انها نورمال وليس تانجنشال. في قانون خاص بالبريشر، القانون ده يعني خده كديفينيشن كده بس هتلاحظوا واحنا ماشيين يبتدي يبان. في بعض القوانين يا شباب هنحتاج نعمل لها ديفينيشن نثبتها. بنثبتها مش عشان انت تيجي تسمع الكلام ده عشان تفهم، عشان تفهم فقط. وفي قوانين مش محتاجين ان احنا نضيع فيها وقت قوي، ان عايزين الكونسيبت فقط يبقى واصلنا. ايه اللي في الحدين في الامتحان ما تطلبش منك تثبت معادله؟ او تعرف او تحكي، لا هي كلها مسائل ابلكيشنز وسيادتك ايه؟ بتحلها زي ما قانون باسكال بيقول ايه؟ لو انا عندي ليكويد بالشكل ده وعايز اقيس البريشر في نقطه من الليكويد ده، سواء النقطه دي بقى السطح فوق في مكان ما في الازازه، نقطه هنا. لو حطيت الجهاز او الحاجه البروب اللي بتقيس البريشر ده من الناحيه دي هتقيس بريشر. طب لو حطيتها في نفس النقطة بتاع الليكويد دي، أنا عايز أقيس ضغطها بس من ناحية تانية بس نفس النقطة، قيمة البريشر مش هتختلف. ده مين اللي يقول؟ بس كده طبعا لو اختلفت كان الموليكيول أو الجزيء ده أو النقطة دي كانت هتتحرك، يعني البريشر هيبتدي إيه؟ يزول. فهي في حالة اتزان. الكلام ده أبلايد على أنهي نوع من الفلويد يا شباب؟ الاستاتيك فلويد. ده الاستاتيك فلويد تعريفه مرة تانية هو الفلويد اللي يا إما واقف يا اما ماشي بسرعه ثابته، يطبق عليه القوانين اللي احنا بنستنتجها مع بعض. يبقى قانون باسكال بيقول لي لو عندي نقطه وقست البريشر من اتجاه الاكس اتجاه الزد اتجاه الواي، بس في نقطه مش نزلت او طلعت باتجاه جنرال اس، البريشر من جميع الجهات متساوي. يبقى الديفينيشن بتاعنا هو ذا بريشر داز نوت ديبند اون ذا اورينتيشن.
انا بقيس من ناحيات ولا من ناحيات طالما نفس النقطه النقطه ليها بريشر واحد يتقاس من ناحيه ماشي. طيب لو انا عندي الفلو ده ماشي بالاكسلريشن ثابته ده يطبق عليه لو ريجن بودي هيتطبق عليه الاستاتيك مع موديفيكيشن بسيط انك الاكسلريشن دي تضيفها زي ما هنشوف الجرافيك بيتاثر ازاي دلوقتي. لو انت كده يبقى لو كاريجيد بودي ماشي انما كفلو ماشي فيه بروفايل والكلام ده طبعا انسى الاستاتكس هنخش فيه دايناميكس كونتينيوتي ومومنتم وانرجي وبالمولي قصص ثانيه خالص. طيب عايزين ناخد ايليمنت من الازازه دي تخيل كده مكعب من جوه هنا عايز اشوف البريشر بيتغير ازاي. يا ترى لما امشي كده الضغط بيزيد ولا ايه؟ طب لما امشي كده ده اكس وده واي. طب لما اطلع او انزل الضغط زي ولا ايه؟ عايزين نستنتج المعادله مع بعض، بعد ما نستنتجها عايزين القانون وخلاص. ماشي؟ فاحنا خدنا الاليمنت ديفرنشال اليمنت دي اكس دوت زد ده حجمه. الديفرنشال اليمنت لو قلنا انه في حاله سكون يبقى الفورس اللي بتاثر عليه ما فيش فورس وانما فقط نورمال فورس يعني بريشر فورس من جميع جهات الست. تعالى نحل في اتجاه الاكس دايركشن. ايه المعادله اللي هنحتاجها عشان نحل؟ قانون نيوتن للحركه سيجما فورس تساوي الماس في الاكسلريشن. طب انا بقول لك الفلو واقف يبقى الاكسلريشن زيرو السيجما فورس زيرو يبقى شوف البريشر فورس من جميع الجهات تساوي زيرو. لو اتجهنا في اتجاه الاكس سيجما فورس في اتجاه الاكس بزيرو الفورس في اتجاه الاكس بريشر في اتجاه الاكس اسمه بي اكس اضربه في الاريا عشان يجيب فورس بريشر في الاريا يبقى بي اكس دي واي دي زد المستوى العمودي على الاكس تمام؟ ناقص الناحيه الثانيه بقى قصاده الناحيه الثانيه هو البريشر فورس ليه ناقص كده؟ لان البريشر عباره عن كماشه بيمسك الاليمنت لان الاليمنت ده انت فصلته عن اليمنت قبليه البريشر عامل كده على الاليمنت اللي في اليمين يبقى عكسه على الاليمنت اللي في الشمال عشان الاثنين يتكافئوا مع بعض فالبريشر هيبقى دايما ايه ماسك الاليمنت بتاعي الداخل فعند السطح الثاني بعد ما امشي مسافه دلتا اكس او دي اكس البريشر بتاعي ايه؟ بي اكس بس هفترض ان هو زاد بقيمه بارشل بي بارشل اكس انا افترضت ان هو زاد بس هنستنتج الزياده دي ليها قيمه ولا بزيرو؟ المعادله هتقول لي لا يبقى ناقص قيمه البريشر في الناحيه اليمين بي اكس زائد الفاريشن اللي حصل على دي اكس اللي هو بارشل بي بارشل اكس دي اكس ده كله البريشر في الناحيه اليمين في الاريا اللي هي برضه دي واي دي زد في اي بريشر فورس تاني في اتجاه الاكس دايركشن؟ مفيش صح؟ يبقى ده بيساوي صفر. من المعادله دي هستنتج ان بارشل بي بارشل اكس لازم تبقى بزيرو عشان المعادله دي تبقى سليمه. يعني ايه بارشل بي بارشل اكس بزيرو؟ يعني لما امشي في اي فلويد في حاله سكون او اندر ستاتيك كونديشن امشي في الاكس دايركشن الضغط ماله؟ هو ما اتغيرش. اكبر دليل على الكلام بتاعي السطح اللي فوق خالص ده يا شباب الفري سيرفيس شايفين الفري سيرفيس؟ اسمه فري سيرفيس لان منه بيبقى اتمشفير. خلاص؟ يعني افترض ان احنا قافلين الازازه دي مش مضغوطه يعني ممكن تكون مضغوطه. ادي فري سيرفيس. هل النقطه اللي هنا على مستوى يختلف عن النقطه اللي هنا؟ لا لازم تبقى افقيه عشان ليها نفس البريشر. طب لو انا ميلت الازازه دي كده ركز معايا. الليكويد ده اللي افتكره افقي برضه شار ولا مايل سنه؟ مستحيل يبقى مايل. ده في حاله مايل تقف ستاتيك كونديشن اهو لازم البريشر على البلان الافقي ده اللي هو بارشل بي بارشل امشي في اكس دايركشن لنفس القيمه. واهم قيمه عندي في المين اللي هي في سيرفيس دي صح؟ يبقى لازم يبقى المستوى ده افقي تماما او على الاقل في اتجاه الاكس دايركشن. نفس الطريقه في اتجاه الواي مفيش فورس غير البريشر فورس هنستنتج نفس المعادله ان بارشل بي بارشل واي برضه زيرو. يبقى مفيش تغير في الاكس دايركشن ضغط ثابت لما امشي في الاكس مفيش تغير في الواي دايركشن يبقى مفيش تغير في المستوى الافقي اكس واي اثنين صح كده؟ اهو ده اللي بنسميه دي ضغط. اي حاجه او اي فلويد في حاله استاتيك ركز معايا ما هو لو بيمشي القانون ده مش هينفع خلاص؟ ستاتيك يا واقف يا ماشي بسرعه ثابته. يبقى البلان الافقي دوت البريشر ما بيتغيرش ليه نفس القيمه. هنزل تحت القيمه اختلفت بس ثابته طالما ماشي في اكس واي.
تعال بقى الدايركشن اللي فاضل هو الزد دايركشن هو الفيرتيكال دايركشن. في حاجه جديده بقى هتخش معانا الا وهي الجرافيتي البادي فورس وزن الالمنت بتاع الفلويد ده. هو الحقيقه مش مرسوم هنا المفروض يترسم اللي هو ام جي. المعادله في اتجاه الزد عباره عن بي زد دي اكس دي واي ناقص ها بي زد زائد الفاريشن اللي انا بفترضه وهجيب طفل بارشل بي بارشل زد دي زد مضروبه في اكس دي واي ناقص لسه في كمان فورس بتاعها ام جي. الناس بتاع الالمنت ده عباره عن رو يعني اكس دي واي دي زد الفوليوم في الجرافيتي اللي هنا بي ساوي صفر دي معادله. هعوض هلاقي ان بارشل بي بارشل زد طلع بيساوي ماينس رو جي. اولا بما ان مفيش طاقه في الاكس دايركشن ولا الواي دايركشن يبقى بارشل بي بارشل زد ينفع تبقى دي بي دي زد توتال بقى فاريشن التغير الوحيد بيحصل فقط في اتجاه الزد. الحاجه الثانيه ان هو فانكشن في كثافه الليكويد والله دلوقتي لسه ما قلناش هو ليكويد ولا جاز في كثافه الفلويد والجرافيتيشنال اكسلريشن. في اشاره ماينس ها لاحظتوها دي بتديني انديكيشن ايه هو الانديكيشن الزد دايركشن بيزيد واحنا طالعين لفوق يا شباب وصل الدايركشن كل ما اطلع لفوق يعني الزد بيزيد الضغط يقل. طب كل ما انزل لتحت اللي فيكم يعوم بقى كل ما انزل عمق اكتر يبقى الضغط عليه اعلى ما يقدرش يوصل عمق لان الضغط ابتدى يزيد يوصل قيمه عاليه قوي. يبقى زياده الضغط عكس زياده الزد دايركشن واحنا عارفين الزد وصل لفوق يبقى الضغط عكسها اللي اطلع لفوق الضغط يقل لغايه ما اوصل للاتموسفير انزل في المحيط او في البحر او غيره الضغط يزيد لغايه لما اوصل لليفل معين. اشاره ماينس دي ليها معنى ان زياده البريشر عكس زياده الايه؟ ها؟ الهايت بتاعي. كونكلوجن ذا بريشر اوف يور اندر ستاتيك كونديشن از كونستانت سلو هورزونتال بلين اهو اكس واي بلين. ذا بريشر فاريشن ان ذا فيرتيكال دايركشن اونلي لو زد اكس عشان كده سميناه توتال بقى دي بي واي دي زد بتساوي ماينس رو جي. هي دي المعادله اللي هنحل بيها كل مسائل المناطق. بس في شويه حاجات بقى افكار. اول سؤال المعادله دي تحل ميه ولا تحل ميه وهواء وجميع الفلويد؟ المفروض انها تحل جميع الفلويد. بس اسهل ان احنا نحلها لليكويد وميه. ليه؟ لان المعادله دي ديفرنشال ايكويشن دي بي باي دي زد الجرافيتيشن اكسلريشن ثابته. طب والدنستي لو بتكلم على ليكويد اتفقنا الدنستي عباره عن ها؟ تقريبا ثابته الدنستي بتاعت اي ليكويد تقريبا ثابته او بنفترض ان هو انكمبريسبل فلويد. فالرو ثابته فسهل قوي اعمل ايه؟ احل المعادله. طب لو غاز لا لازم اعرف علاقه ما بين الدنستي وما بين البريشر زي البريشر ستيت ما بين الدنستي وما بين الهايت الزد بتاعي. معادله هو يديها لك وتبتدي تدخل تغير تعرضهم في المعادله وتكامل وتجيب معادله دي بما انها مش حاجه ثابته حسب الفانكشن اللي انا اديها لك. اقول لك مثلا ايزوثيرمال فلو او ايزوثيرمال كونديشنز هوا مثلا ايزوثيرمال كونديشن انت عارف من السيرم انها ايه بي بتساوي رو ار تي صح؟ او بي في سبيسيفيك بتساوي ار تي ايزوثيرم يعني بي في بتساوي كونستنت. يبقى في علاقه ما بين البي او المقلوب الدنستي او اسف ما بين البي سبيسيفيك فوليوم ها والدنستي ايه علاقتهم ببعض؟ دنستي مقلوب سبيسيفيك فوليوم وما بين البريشر فحطها في المعادله وبعدين اكملها. خلينا نركز في الليكويد دلوقتي. لو الرو ما بتتغيرش كليكويد هعمل سيجاريشن اوف فاريبلز دي بي في ناحيه بتساوي ماينس رو جي دي زد واعمل انتجريشن. انتجريشن ده من نقطة لنقطة أخرى، النقطتين دول بقى في مسألتي حسب في نقطة عارف عندها حاجة وفي نقطة عايز أعرف عندها حاجة، بطبق ما بينهم المعادلة، إذا المعادلة تتطبق ما بين أي نقطتين أنا عايزهم في المسألة. لما أكمل الدلتا بي أو الدي بي من نقطة واحد لاتنين، خد الليمت يبقى بي 2 ماينس بي 1 بتساوي ماينس لسه معانا الإشارة دي خلي بالك، رو اللي هي ثابتة لأي ليكويد في جي جرافيتيشن اكسلريشن في زد 2 ناقص زد 1، خلي بالك من الترتيب. لو بي 2 ناقص بي 1 بتساوي الناحية التانية ناقص يبقى زد 2 ناقص زد 1. طب ما أنا ممكن أضرب الناقص في الزد جوه أروح قال الزد صح؟ فإحنا عشان ما نتلخبطش عملنا الكلام اللي تحت ده. بقول لك بي 2 بتساوي بي 1 ناقص رو جي زد 2 ناقص زد 1.
معنى كده ان بي 2 اقل من بي 1 يبقى بي 2 ضغط على فوق. خلاص يعني نقطه 2 فوق نقطه 1. طب افرض عايز العكس يعكس المعادله يبقى بي 1 تساوي بي 2 زائد يبقى واحد هي الاربع رو في زد 2 ناقص 1. خلاصه الكلام بتاعها اليمين ده السهم ده بيقول ايه؟ كل ما رفع لفوق البريشر بيقل كل ما نزل لتحت البريشر بيزيد. خلي بالك بقى ان البريشر دي احيانا هي اللي بتضيع المسألة. تعالى بقى نطبق او نبرر الكلام اللي قلناه ده ازاي احطه في مساله. بيقول لك اني ديتا بتوين تو ليجز هاف ذا سيم بريشر. ده اللي احنا قلناه من شويه. لو المساله بتاعتي مش عباره عن كوبايه او ازازه او كونتينر عباره عن يو تيوب. الناحيه بتاعت اليو بنسميها نيك او ستيم مصوره كده دي نيك يعني. فانا بحتاج في المسائل دي خصوصا لو فيها بقى نيك طالع ونازل طالع ونازل اقول لك هات العلاقه ما بين البريشر اللي في اول المساله والبريشر اللي في اخر المساله. هتفضل سيادتك بقى تنزل بالبريشر اللي تحت اجمع صح؟ ما هو الضغط بيزيد ارجع ارفع لفوق اطرح ما هو الضغط بيقل ارجع انزل تاني اجمع صح؟ اهو الدتم بيريحك شويه بيخليك بقى بدل ما تقعد تطلع في ميه وبعدين تخش في زيت وبعدين في زيبه وبعدين وهكذا تعمل خطوط افقيه. الخط الافقي ده يوفر عليك ان انت تنزل لاخر المساله وترجع تمشي افقي وتطلع تاني. بتقول الضغط هنا قد الضغط هنا بس بشرط تحط الدتم ده ايه؟ صح. ايه بقى الشروط عشان احط الدتم الخط ده؟ ضروري الضغط هنا هو الضغط هنا ان نفس الفلويد هو وامشي بايدي ما بين النقطه اللي على الناحيه اليمين امشي مع الفلويد اهو لحد النقطه الناحيه الشمال يبقى نفس الفلويد ويكون متصل كونتينوس مفيش حاجه فصلته. لو الشرطين دول ما اتحققوش يبقى انت من الساتا خدته ده غلط. معلش الكونديشنز تاني كده تاني بص برضه على الرسمه دي. يعني احنا عندنا عباره عن يوتيوب فيها ليكويد ركز في الليكويد اللي هو اللبن ده حاطين ديتم تحت اكس اكس وديتم فوق واي واي. انا سميته ليه اكس اكس؟ عشان اقول بي اكس بي اكس يعني نفس القيمه. انهي ديتم فيهم صح؟ بي اكس ليه؟ يحقق الشرط اللي قلنا عليه. انا همشي افقي اللي هو اكس واي ان البريشر عليه ثابت والفلويد من نقطه اكس اللي على الناحيه اليمين هو نفسه هنزل تحت اهو وامشي معاه وارجع اطلع تاني. يبقى مفيش حاجه فصلته ما كنتش ماشي في ميه وبعدين دخلت في واي مثلا وفي نفس الوقت مفيش حد فاصل في حد يعني قافل مثلا ببوابه او بحاجه تمنع الفلويد انه يوصل البريشر سيجنال للناحيه الثانيه. لازم الشرطين دول اذا سيب فلويد وكونتينوس. لو طلعت عند واي واي ينفع الكلام يتقال ان بي واي يمين يساوي بي واي شمال؟ لا. ليه؟ لان احنا لو احنا من شويه قلنا بي اكس هي بي اكس من ناحيه اليمين هطلع من اكس لواي مسافه محدده في فلويد ليه رو معينه صح؟ من الناحيه الشمال هطلع نفس المسافه بس في فلويد اخر اللي هو مش متلون ده هينفع البريشر يفضل هنا هو هنا؟ ما ينفعش. وفي سؤال الحقيقه ركزوا بقى لو عندي يوتيوب كده ومفتوح على الاتموسفير من ناحيتين وحاطين هنا ميه وجيت الناحية الثانية حطيت اويل أيهما أخف في الاويل ولا الغوط؟ اويل. افتكر البطاطس على طول. تنفع أو ينفع المسألة تبقى في حالة استابيليتي في الواقع اللي قدامنا ده يا شباب؟ يعني ينفع الفيلم يبقى واقف هنا عند الحتة دي الميه والزيت واقف عند الحته دي والاثنين مفتوحين على التصوير؟ ينفع صح؟ طيب على اساس ايه قلت ينفع؟ لا هو زمايلكم الحضر اللي فات قال لك الاتي قال لك هو ما ينفعش. ليه؟ ازاي انا واخد هنا البي اتموسفير اهوت ولو مشيت الناحيه الثانيه الضغط هنا مش اتموسفير ده اتموسفير زائد عامل زيت. هو عمل غلط من غير ما ياخد باله. خد ديتم غلط. فهل ده ديتم اصلا عشان تساوي البريشر هنا؟ مين قال لك انه بيساوي البريشر؟ ان هو ما بيساووش اصلا. خلاص؟
خلاص ليه؟ لان لو مشيت من هنا لهنا ميه 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 اهو دخلت في خلاص يبقى الكونسبت. وان كان بقى لو خدت الدنيا هنا هنا اللي تقول بقى المعادله تقول لي ده البريشر هنا بيساوي البي اتموسفير زائد رو ووتر جي اتش دي. طب الناحيه الثانيه لازم يبقى وهنا تبقى غلطان. البريشر هنا بيساوي بي اتموسفير زائد رو اويل جي اتش عشان الرو اويل صغيره الاتش بتاع الاويل كبيره طبعا تفرق الايه؟ واضح؟ فمهم قوي ان انا اعمل الداتا وهيساعدني كتير في المساله. طيب برضه من الكونسيبت بتاع الداتا انا ممكن الداتا ده اخد من اول المساله لاخرها مع تحقق الشرط اللي قلنا عليه او الشرطين نفس الفريود اللي ماشي فيه. واو يعني ما ينفعش امشي في ميه وبعدين زيت وبعدين ميه. لا ما هو مش كونتينوس هو ميه لميه في الاخر بس مش الواصل ما بينهم مش نفس الفريود. فهنا لو عندي مساله هنا او مصوره جايه بعدين واخد انكلاين وبعدين داخل على تانك كبير قوي اقدر اخد الداتا واقول ان دي واحد بتساوي بي اثنين بتساوي بي ثلاثه مع تحقق الشروط اللي قلنا عليها. المعادله اللي فوق دي بتقول لي ان فرق البريشر دلتا بي هنا ناقص شلنا اشاره لان عايز قيمه الفرق بس. فرق البريشر هو رو جي في فرق الهايت بس انهي نقطه الضغط عندها اعلى من الثانيه المفروض انت عارف بقى تحت اكبر من فوق والعكس صحيح. ازاي نستعمل الجهاز او المونيتور او اليوتيوب والبرنسبل بتاع البريشر فاريشن في قياس البريشر وثم في قياس السرعه وثم في قياس الفلويد؟ ببساطه شديده ماسوره ماشي فيها فلويد وليكن هواء ايه؟ اقدر اقيس البريشر بتاع الداتا احط يوتيوب اهي بس وجه الماسوره في اتجاه الهواء عشان الهواء يظهر الضغط بتاعه وبعدين يزق لي الليكويد اللي هو البرتقالي ده. اول ما الليكويد ده يوصل لليفل معين ابتدي احل. طب افرض لسه بيتحرك ده مش استاتيك فلويد معرفش طبعا صح؟ يبقى انا بحل المساله بالشكل ده لما الفلويد يوصل للشكل الستاندرد اللي قدامي فلويد ويك. طب هو واقف ليه؟ لان البوتنشال انرجي تجاهل تماما الكاينتيك انرجي اللي ماشي بيها الهواء فالهواء يبتدي يلف بقى من هنا ويمشي يتحرك بقى. المهم عمود الهواء او الجزء من الهواء اللي دخل الماسوره دي دخل كميه محدده وفضلت شايله الليكويد بايديها تقيله تكافئ قيمه البريشر. تعالى بقى نشوف المعادلات واحده واحده. كل معادله بنقولها بناخد منها احيانا معلومه خلي بالك. انا افترضت في الاول ان الفلويد اللي ماشي هنا هواء او غاز. ينفع اقول بي واحد بتساوي بي اكس يا شباب؟ ينفع الكلام ده بالذمة؟ لا هنا ينفع بس نقول ليه نفع؟ لأن كثافة الليكويد بالنسبة لكثافة الغاز أكبر بكتير، يعني قاسها مية وهواء. المية قد الهواء 1000 مرة. صح؟ مش كده؟ فعشان كده إيه؟ أطلع أو أنزل في مية البريشر محسوس، أو إنما أطلع أنزل في هواء ارتفاعات الغاز الصغيرة دي، البريشر تقريباً فرق بسيط، اللي بتهمله الفرق خلي بالك مش القيمة. فمن هنا بنقول نقدر في اي مساله تجي لك فيها جاز اقدر اعمل البريشر تشينج خلي بالك مش اعمل البريشر اعمل التغير. يعني ممكن يكون البريشر بتاع الجير هنا 100 كيلو باسكال تهمله؟ لا اعمل التغير. يعني لو اقول البريشر هنا 100 كيلو باسكال هنا تقريبا برضه 100 كيلو باسكال هو 100 وحته. تقدر تحسب الحته دي بالمناسبه اقدر احسبها بس اديني داتا رو اير في جي في اتش. طب افرض ما ادتلكش الاتش تقعد بقى تقول المساله ناقصه؟ لا يو كان نيجليكت ذا بريشر تشينج في ايه؟ في الغازات لان الفرق بسيط. يبقى اول حاجه مساله زي كده بي اكس هي بي واحد. طيب دخلنا على ليكويد ليكويد في دينست رو ميه زيبه ابتدي احط الدقه الكونسيبت اللي قلنا عليه. هنا كتبنا اكس وواي انا المفروض اكتب اكس اكس لان انا عارف ان الديتم ده البريشر عنده ثابت بس اهو زودنا المعادله بي اكس بيساوي بي واي تمام؟ طيب وصلنا لنقطه واي. ايه علاقه البريشر عند نقطه الواي في البريشر عند الزد اللي هي مفتوحه على الاتموسفير؟ واحده واحده البي زد هي بي اتموسفير لانها مفتوحه على الاتموسفير. علاقة البي واي بالبي زد هي العلاقة المعادلة الوحيدة للاستنتاج ده، إن البي واي بتساوي البي زد
زائد بين واي تحت زد. لو عكست بي زد بتساوي بي واي ناقص. او في الاخر الفرق ما بين البي واي والبي زد هو او جي اتش. وانا في الاول كنت قايل ان البي واي هي البي اكس وان البي اكس هي البي واحد. اقدر اعرف البي واحد ده كان قست الضغط اللي الهواء ده ماشي بيه عن طريق الماسوره البسيطه دي لما اقرا الاتش بتاعها ابتدي. اتفضل. انا عايز اخد نقطه تحت الاكس. اجمع على اتش ونقطه. جميل، احنا اتفقنا ان الديتا ده بيبسط لي ويختصر لي المساله. افرض ما عملتش الديتا ده هعمل ايه؟ هقول ان البي اكس دي هنزل بيها لتحت. هقول نقطة هنا ولتكن ام مثلا، يبقى في ام بيساوي بي اكس زائد العمود ده، صح؟ العمود ده نفسه هو هرجع اطلعه تاني عشان اوصل للبي واي، يبقى البي واي بيساوي بي ام ناقص العمود، يبقى زودت المعادلة مرة زودتها ومرة طرحتها، فالبيطة بيعمل ايه؟ بيوفر لك الوقت، مش أكتر، إنما مش غلط إنك تعمل كده. ماشي؟ الحقيقة في حاجة فكرة بسيطة قوي أو معلومة، يعني واحد ممكن يستبسط الجهاز ده. الجهاز ده لو انا شلت الماسوره ديت وحطيته مواجه الهواء اللي جاي هقيس البريشر سيجنال. البريشر ده نقدر نترجمه لبلاستي. الطياره بتقيس سرعتها كده يا شباب. طياره احدث الطيارات في الدنيا بتقيس السرعه بتاعتها ازاي؟ بحاجه اسمها بي تو تيوب، ماسوره زي كده متوصله بمانومتر. المنمطر ده طبعا مش هنحطه بقى زئبق ولا ميه، لا هيبقى مثلا ايه؟ انيمال منمطر، ديجيتال منمطر. المهم في الاخر الفانكشن واحده، ان الهواء ده بيضغط ببريشر واقرا السيجنال بتاع البريشر اترجمها لايه؟ بسرعه. في فيلم كان فيلم وثائقي شفته على يا الجزيره يا ناشونال جيوغرافيك اللي منكم تابع اللي هي حوادث الطائرات كوارث. في حادثه بينهم تخيل، وده اللي جذبني الحقيقه دي، يعني في طياره حصلت في ولايه ولايه امريكيه نيويورك تقريبا حاجه زي كده. بقول لك ان المشهور في الولايه دي في هناك نوع من الدبابير بيعمل العش بتاعه بالطينه، دي بالطينه كده وبالله كده وهو بيعمل العش بتاعه. ففي دبور منهم مؤذي شويه عمل العش بتاعه قريب من البيتو من الفتح. فحته طينيه صغيره دخلت جوه الايه؟ الماسوره الرفيعه. ايه اللي حصل؟ راجل الطيار وهو فوق في الجو، الطينيه دي راحت وجايه مع الاستريم حسب الضغط بقى اللي هي بتضغط، حشرت تقريبا في حته، فبقى الانديكيتور عنده مد ان السرعه ثابته وزي الفل، في حين الطياره بتقع. وفعلا الطياره وقعت، يعني الفيلم ده كل فتره بيعيدوه، كل ما اتفرج عليها افتكر شوف الحاجه البسيطه دي. هل هم عاملين سيستم واحد بس؟ لا ما اعرفش التفاصيل ايه، بس يعني هو ده اللينك المباشر ما بين البيت تيوب والكاسة اللي حصلت في الطيارة. آخر حاجة بقى عشان نبتدي في المسائل، ده ايه يا شباب؟ ده بارامتر. طب ده بيعمل ايه يعني؟ هو بس بيقسم ابسيوت بريشر. طيب في جيج كاتبين هنا من شويه، خلي بالك في جيج بريشر وفي ابسيوت بريشر. طيب الابسيوت بريشر بتاع الضغط الجوي عشان نعرف الضغط الجوي قد ايه؟ عملنا ايه؟ حاجه من اثنين، ملينا التيوب ديت زئبق على الاخر وبعدين اتقلبناه، ابتدى الزئبق ده تقلو اكبر من الضغط الجوي بره، يبقى ده مش انديكيتور عن الضغط الجوي، صح؟ فضل ينزل ينزل لغايه لما وصل لقيمه معينه كده، هاي معين، حصل بالانس ما بين الضغط الجوي وما بين عمود الزئبق ده. وصل عند 76 سم زئبق تقريبا. يبقى الضغط الجوي يساوي 76 سم، صح؟ الحقيقه مش صح كده. لان المفروض عشان الزئبق ده ينزل كده ويسيب فراغ هنا، الفراغ ده معناه ان الضغط دوت ضغط الفاكيوم. او ضغط الفيبر بتاع الزئبق. فلو عايز تقيس الضغط الجوي صح، ضيف البي فيبر اللي احنا البي فيبر بتاع البيبري اللي احنا تقريبا من ايه؟ بنقبله او بنكتبه. سؤال بقى، لو حبينا نقيس الضغط الجوي بعمود ميه، حد شاطر يقول لي هنملى عمود الميه قد ايه يا باشمهندس؟
ممتاز. انا عجبني قوي، انا ما اعرفش الدكتور رقم ده ازاي بس عجبني ممتاز. ده سؤال من اسئله الانترفيو لخريجين ميكانيكا عندنا بالمناسبه، يعني سؤال مشهور قوي، بيقول انه عندي بامب تشفط ميه، اقصى ارتفاع اقدر احط عليه بامب ثيوريتيكال اقصى ارتفاع ويسحب عنده ميه، بعد كده لو طلعت مللي مستحيل تسحب ميه. الاجابه 10 متر مش 10 و 3 من 10. ليه؟ لان بعد 10 متر ميه يبتدي البريشر يقل قوي، يوصل للفيبر بريشر بتاع الميه اللي هو يكافئ ال 3 من 10 دول. ده ثيوريتيكال لو عملنا الفريكشن وحاجات كتير قوي. تمام؟ طب اكشوالي بقى موتور الميه اللي عندك في البيت لو بينه وبين البير او الميه متر واحد. يعني ايه بيني وبين البير؟ يعني لسه هنبتدي نشغل الترومبه في الاول وشغال والله ما بيسحقها. طب هو مش 10 متر ولا حاجه. ليه؟ لان مفيش كونتينوس ستريم، لازم الاول املى الفراغ اللي واصل. املى بقى باي طريقه تانيه موجود تحضير ذاتي وغيره. في الاصل ان لما البامب بيشتغل عندك في البيت في نان ريتيرن فالف، صح؟ نان ريتيرن ده يمنع ان الليكويد يفضي لو في حاله النور قطع، الميه قطعت، يفضل العمود ده محتفظ موجود عشان لما تيجي تعمل ستارت للبامب تشتغل بدون اي مشكله. تمام يا شباب؟ طيب نبتدي نخش على المسائل. لو حد عايز يسال اتفضل. السؤال اللي قبل دي قال هو وانا بقصد في حته معينه يعني تقابل السؤال انما ما انساهوش. ماشي؟ فهو عايز يسال. دي اتفضل. هو مش المفروض ان الموتر يبقى يعني اتجاه الموتور يبقى نفس اتجاه الكروب بتاع غير الجوه؟ لا ركز بقى. يعني قصدك دي معقوله سنه يعني انا معاك. مش مرسوم بالقلم، لازم تبقى عشان تاخد الايفكت بتاع الفلوستي كامل ما تاخدش كومبوننت من الفلوستي. ممتاز. بدليل الكلمه، تخيل لو الهواء ده او الفلو ماشي كده بقى. ايوه. يبقى ايه؟ بزيرو. لا هو مش بزيرو. هو في فرق بين الاثنين. في الحاله الاولى اللي الفلو بيخش كده عمود على الاله بنقيس الدايناميك بريشر مع الاستاتيك بريشر. تسال بقى هو ايه الدايناميك والاستاتيك؟ تسال المفروض. ما البريشر كذا حاجه مثلا في بوتنشال بريشر ارتفاع صح؟ هيد. في استاتيك بريشر البريشر نفسه. في كمان هم كلهم ريليتد لبعض في الدايناميك بريشر اللي هو في سكوير على كل شيء. فانا في الرسمه ديت انا بقيس حاجتين يا باشمهندس ركزوا معايا. يعني قيمة البريشر اللي بقيسها هنا مش بي واحد الاستاتيك، ده بي واحد الاستاتيك زائد الدايناميك. اللي هي بي واحد الاستاتيك على رو جي كهيد يعني زائد في واحد سكوير يعني قسم السرعة كمان معايا. خلاص كده؟ في الحالة التانية لو الفلويد ماشي عمود على الاريا دي مش عمود اسف بارل بيها يبقى هقيس الاستاتيك بريشر فقط ماليش دعوة بالسرعة، طالما ما جيتش ناحية السرعة ما وقفتش الفلويد. عشان كده في جهاز جميل قوي اللي هو بيقيس لنا السرعه. طب بلخصها اقول لك اهو. يعني احنا ازاي بنقيس السرعه مثلا؟ اهو كده جهاز عامل كده اهو. الفرق بين ده وده اهو. انا لو خدت السيجنال من هنا هتديني الاستاتيك بريشر زائد الدايناميك بريشر وسرعه. طيب هاخدها. لو خدت العمود ده نسبته للاتموسفير بره يبقى انا خدت الترمين مع بعض، طب لو نسبته لنفس النقطة اللي هي تقريبا نفس البريشر ده اللي هو الاستاتيك، يبقى الفرق بينهم يديني في الدايناميك بريشر فقط اللي هو السرعة انديكيشن عنه. بس دكتور اتفضل. هو البي اي ده دايناميك ولا استاتيك ولا كومباينيشن بينهم؟ البي واحد هنا البي اي مع بعض. لا البي اي. البي اي لا ده اتموسفير يا راجل، اتموسفير مفترض ان هو استاتيك كونديشن. يعني ما فيهوش فلو ماشي او حاجه، بس الخشب بتاع الفلو ماشي. تمام يعني هو ستاتيك. تمام يعني لو الماسوره اللي هي مايله دي موجوده في الهواء هيبقى اللي داخل فيها برضه البي اي سواء جت كانت رئيسيه او بس يعني مش هنقول داخل فين الفلو ما بيتحركش في الحركه موصل السيجنال بتاع الاستاتيك بريشر فعلا. لما الهواء يبتدي يتحرك ما هو الضغط الجوي ده انت وانت ماشي الهواء جاي عليك هو بيزقك بالضغط الجوي برضه. طب ما انا كنت واقف في الضغط الجوي قدامي ورا في كل حته في اتجاه الريح اللي جاي لي زاد على الاستاتيك بريشر مين؟
الديناميك بريشر مفيش غير على الانجن. طيب نخش على المسائل. المساله الاولى المسائل يا جماعه هو 1 و 2 الدنسيتي ديفرنس ما بينهم صغير قوي. كل ما كان الدنسيتي ده قريب قوي من الدنسيتي ده كل ما كان الماجنيفيكيشن في القرايه اكبر. دي الفانكشن بتاعت الجهاز ده يكمل عشان نشوف هو عايز ايه. بيقول لي الدنسيتي رو 2 از اونلي سلايتلي لارجر ذان ذات اوف ذا ابر فلويد رو 1 درايف اكسبريشن فور ذا بروبورشناليتي بتوين اتش اند بي اي ماينس بي دي. عايز علاقه ما بين الاتش اللي هشوفه بعيني والبريشر ديفرنس اللي انا عايز اعرفه. خلاص يهمني ان البريشر ديفرنس مهما كان صغير عينيا اشوف ايه مسافه كبيره عشان الايرور ما يبقاش فيه. If reservoirs are very large، دي معلومة مهمة أوي. المعلومة دي تخيل هتبقى تركة في المسألة الأخيرة. يعني إيه reservoirs very large؟ استفدت من إيه؟ أقول لك استفدت إيه؟ أي مسألة جايب لك فيها تانك أو reservoir، خصوصًا لو واصل لحاجة رفيعة كده. لو إداك الدامبر هنا والدامبر هنا مش هتعمل حاجة. بمعنى لو الليفل او الليكويد اللي هنا اتحرك مسافه معينه اكيد ليه علاقه بالمسافه اللي اتحركها الناحيه الثانيه. تعال نستنتجها ونقولها مع بعض العلاقه دي. الفوليوم بتاع الليكويد ده اللي اترحل ما هو ده الكمبريشن فلويد، يعني الفوليوم مش هيتغير تقريبا. يبقى الفوليوم ده عباره عن باي على 4 دي كابتن سكوير في المسافه اللي اتحركها هنا ولتكن دلتا اكس. أكيد بيساوي نفس الفوليوم اللي راح الناحية التانية اللي هو باي على 4 دي سمول سكوير في المسافة اللي طلعها اللي هي ايه؟ ال. طب لو قلت لك بقى فيري لارج ريسرفوار أو ما قلتلكش حاجة خالص بس ما اديتلكش الدامتر ده تعمل إيه سيادتك في المعادلة دي؟ نجلكت الدلتا إكس خالص ولا كأنك شايفها. واضح؟ وده اللي هنعمله هنا. يعني هنا لما أبلاي بريشر بي إي وبي بي مش هبص فوق السيرفس حصل له ايه يمين وشمال، ده تقريبا ما اتحركش. الحركه هتظهر فين؟ في الرجل الرفيعه اللي تحت اللي انا هشوفها باقي. تعال نحل بقى المساله، وعايز علاقه ما بين بي اي ماينس بي بي او العكس والاتش. اول خطوه في اي مساله كونومتر نعمل بيقصر عشان بيختصر لي المساله. في كم ديتا هنا يا شباب؟ جاست وان. في معادله بس مش محتاجه، يعني عدد الديتمز في المساله بيساوي عدد النيكس اللي هي طالع نازل طالع نازل طالع ناقص واحد. يعني لو عندك مساله فيها 8 ليكس محتاج كام ديتم؟ 7، وكل ديتم ليه معادلتين. بس بيوصلوك لبعض من البدايه للنهايه. تعال نعمل الديتم. اكس اكس ده حد معترض ان هو ده الديتم الصحيح؟ حقق الشروط هنا في ليو درو 2 ماشيين ماشيين نفس الفلو وصلنا نفس الايه؟ الليفل ونفس الفلو. ينفع اللي فوق ده يبقى ديتم يا شباب؟ لا طبعا ما يقدرش حضرتك. خلينا على ديتم الصح. محتاجه تبقى المعادله مرتين، مره من الناحيه الشمال ومره من الناحيه اليمين. ماشي؟ بس انت ابتديت من الناحيه اليمين، انا غلطت هنا وابتديت من الناحيه الشمال. بي اكس يعني انا واقف هنا. بتساوي بي ايه؟ للسجن اللي عايز ارسمه. واسكت لا زائد شويه اعمده. ليه قلت زائد؟ لان نقطه اكس تحت ايه؟ تاني. ما انا ضمنيا الاشاره بتاعتي انا هطلع ولا انزل في دماغي ودي اشهر ايرور في مساله المناطق. بي اكس بتساوي بي اي فوق زائد الاعمده اللي ما بينهم، ممكن يكون كذا عمله. عوض بقى كده بي اكس بتساوي بي اي هو في ليفل واحد اللي هو رو واحد في جي في اتش واحد. اهي يبقى بي اكس بيساوي بي اي زائد رو واحد جي في اتش واحد. المعادله اللي جايه قبل ما اقلب السلايد، ها بي اكس من الناحيه اليمين بي بي بتساوي بي بي فوق ها زائد ولا ناقص؟ زائد لان نقطه اكس تحت. زائد كم عمود بقى يا باشمهندس؟ 2. اول عمود عباره عن رو واحد في جي في بين قوسين اتش واحد ناقص اتش. العمود الثاني ما تنساهوش زائد رو 2 في جي في اتش صح. هذه المعادله الثانيه. ايه اللي فاضل؟ ما انت جبت بي اكس مره وجبت بي اكس مره ثانيه. خبطوا في بعض، ما بي اكس هي بي اكس. ما انا عشان كده سميتها اكس اكس.
أزود المعادلتين ببعض أقدر أجيب الضرب بي إيه ماينس بي بي روجي إتش واحد هبطير من المعادلة هتبقى المعادلة فانكشن فقط في الإتش اللي أنا بقراه بعيني مجرد ما شفت إتش 5 سنتي أحطها في المعادلة دي الروح والنود 2 أصلا معروفين ده هما في الجهاز من ساعة ما عملوا الجهاز ده يعني أقدر أترجم الإتش على طول لدلتا بي ما بين إيه وما بين إيه كل مكان رود دي مصروعة واحد الفرق بينهم صغير أو كل مكانة الاتش دي لكن فايد أو كبيرة أصغر مسألة اللي بعدها فضل قول تاني اللي هيفرق لو التانك ده ليه ده أمطر المعادلة كده مش صح يعني انا بنسب نقطة X لليفل فوق صح هو لو يحصل بي ايه ناقص بي بي الليفل ده يفضل زي ما هو اكيد هيترحل انا عشان التانك ده كبير قوي اهملت الايه الطرحين اللي نزلوا من هنا او طلعوا من هنا لسه جايين على الصابونة انت نسيت ولا ايه طالما قالك ايش صغار ما قالكش ده طب افرض ده راجل ده لا لازم احسبه ما ينفعش عارف لازم احسبه ودي هتيجي في مسألة ما تقلقش مسألة دي يا شباب لما بتيجي تفول العربية صح؟ بيحصل ايه؟ الراجل بيعبي لك التانك ورا ما انتش عارف هو عبى بنزين ولا غاز ولا حط صح؟ تحصل هنا بقى المشكلة حصلت ان هو وهو بيعبي البنزين او الجازولين في شوية مية وقعوا جوه التانك فشوية المية الروب بتاعتها مختلفة عن الروب بتاع الجازولين فرغم ان العداد جوه قرب التانك مش فول هو التانك مش فول ده مليان جزء جازولين وجزء ميه وبسبب كده حصل فيه فراغ فوق ما احناش على كده ده ملخص المساله اللي عايزه تقول بيقول لي ايه ده فيول جيج فور جازولين تانك ان اكار ريدز بروبورشنال تو ذا بوتوم جيج بريشر الجيج دي ده الجهاز اللي لسه طالع ده اللي يعرفني ان التانك فول ولا هاف ولا وهكذا إن ده تانك اس 30 سنتيمتر دي ديب ارتفاع التانك كله 30 سنتي أنا اكسلتلي كونتينز 2 سنتيمتر اوف ووتر مالها شوية مية تحت ارتفاعهم 2 سنتي خلاص هاو ميني سنتيمتر اوف اير ريمين ات ذا توب وين ذا جيج بينقص لي بالخطا يعني بيقرا فول تانك هو اداك معلومه مستخبيه بيقول لك التانك ده ارتفاعه 30 سنتي لو اتمالوا كلهم ال 30 سنتي جازولين يبقى فوق اللي حاصل في الواقع ان المساله ده اتحط شويه ميه 2 سنتي وشويه جازولين معرفش قد ايه بقى ليه لان في فراغ فوق ده اللي معرفوش ده اللي عايزه واحد يقول لي ده فيه تو انونز هنا لا ما هو ال 2 سنتي زي الجازولين زي الجاز اللي عايز اعرفها كلهم بيكتفوا او ارتفاعهم هو 30 سنتي فانا هعمل ايه؟ هساوي المعادلتين ببعض مره لما كان الفول تانك فعلا اكشوال في جازولين عشان البريشر جيج قاري فول ومره لما في ميه وجازولين وجاب وبرضه البريشر جيج قاري نفس القيمه اللي هي فول تاني فالفول تانك دي عباره عن ايه؟ رو جازولين في جي في ال 30 سنتي اللي هو التانك اخره 30 سنتي ده الطرف الشمال الجيج ده بيقرا رو جازولين في ال 30 سنتي في الجرافيتي طيب في حاله الخطا اللي حصل التانك هيقرا نفس القيمه يبقى الكلام اللي انا قلته ده يساوي يساوي ايه بقى؟ هنا في كذا عمود بقى عمود ميه وعمود جازولين وعمود هواء تحبوا نبتدي من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ تحت لفوق؟ ماشي. عمود الميه بيضيف بريشر او جزء من البريشر عباره عن رو ووتر في جي في اتش ووتر اللي هي 2 سم عارفين يعني. زائد عمود جازولين رو جازولين بيديك الاس جي، اس جي عارفها طبعا. سبيشال جرافيتي. خدناها في اول شابتر صح؟ رو جازولين على رو ووتر. اضرب في الفا. يبقى هو جازولين في جي ارتفاع الجازولين بكام؟ بيساوي لا 28 ايه؟
يساوي 30 كلها افتح قوس الاول ناقص 2 ناقص اتش الامور اللي انا بدور عليه. تاني الجذرين واخد ارتفاع، الارتفاع ده ما تحطهوليش برمز وموتوري ما اعرفوش، لا هو فانكشن في الانوم الرئيسي عباره عن 30 ناقص 2 ناقص اتش من فوق. اخر ترم بقى بتاع الهواء عايز واحد شاطر يفهمه. نجلكت احنا مش اتفقنا في الجازس بنعمل نجلكت ايه بقى؟ الفاريشن يعني ضغط الهواء اللي هنا هو هنا. طب هو الهواء ليه ضغط؟ لو ليه ضغط لطيف يا شباب، انما هو قال لك انا عامل فيلد هنا يعني فاتح على الاتموسفير يبقى ضغط الهواء ماله؟ اتموسفير. احنا هنشتغل المساله جيتش ولا ابسولوت؟ لو جيتش يبقى كله جيتش، ابسولوت كله ابسولوت. الديفولت بنشتغل جيج، بنعرف صوت برضه مش غلط نحلها مرتين. لو انا شغال الجيج البرشر ما انا جبت القرايه بتاعت الجازولين بدون ما اضيف اتموسفير، صح؟ نفس الكلام الناحيه الثانيه هجيب الموتر والجازولين بدون ما اضيف الاتموسفيريك برشر يبقى خلاص مش هجمع حاجه. طب لو حللت الابسوليوت في الحاله الاولى هجمع دي اتموسفير معايا، في الحاله الثانيه هجمع نفس دي اتموسفير، فمالوش لازمه انك انت ايه تضيفه في الناحيتين. من المعادله المتبنى دي اقدر اعوض واجيب قيمه الاتش كام سنتي او كام ملي. طيب في واحد المحاضره اللي فاتت استعجل قال لي طب افرض قفلنا فوق والبريشر ده مش اتموسفير بقى نعمل ايه؟ اهي يا سيدي قفلنا فوق عباره عن تانك. التانك ده مقسوم نصين تقريبا حاطين في حته مركبي حابسينه وفي بريشر جيج بتقرا بريشر. الناحيه الثانيه في ووتر مستمره وفي بريشر جيج بتقرا ووتر. فوق خالص في هواء تاب محبوس فوق بس ليه بريشر بقى. قوم يجيبوا لك البريشر بيقول لك الاير بريشر 180 كيلو باسكال. لو سكت يا باشمهندسين يبقى الديفولت ان ده جيج بريشر. لو ما قالكش نوعه ايه ديفولت جيج بريشر. انما لو قال لك ده ابسولوت بريشر. طيب 180 ابسولوت تعرف تحسب لي الجيج بريشر بكام؟ هات لي الجيج بقى. جميل تعمل كده. 80 انا عايز تبقى الاتموسفير 100 كيلو بس كده على طول. 1 بار 14 ل 7 بي اس اي وهكذا. تمام؟ طيب ايه المطلوب في المساله دي؟ يقول لي الجيج ايه؟ بيقرا 350 كيلو باسكال ابسوليوت بيسهل لك اهو كل الدنيا ابسوليوت هنا. وات از ذا هايت اتش اوف ذا ووتر؟ عايزين نعرف ارتفاع الميه ده قد ايه؟ بالسنتي. وات شود جيج بي؟ طب اقول تاني ريد ان كيلو باسكال ابسوليوت. يبقى هو عايز يعرف ارتفاع الميه هنا قد ايه؟ عايز يعرف الجيج ده بيقرا قد ايه؟ لو انت عارف الجيج ده بيقرا كام؟ والبي اي بكام؟ الحقيقه ممكن هنا نعمل ديتا بس مش محتاجين قوي. مساله ابسط من انك تعمل ديتا. اسم المساله حتتين، مره الناحيه الشمال اشتغل طالع او نازل والناحيه اليمين سيبر طالع او نازل. تعالى من الناحيه الشمال. البي اي بتساوي بي اير فوق صح يا شباب؟ زائد عمود ميه رو جي اتش اللي انا ما اعرفهاش زائد عمود زيبر رو بيركلي جي اتش اللي هي 80 سم. خلي بالكم من وحدتين. انا هعوض بالبي اي فوق 180 يعني ابسوليوت اضرب في 1000 عشان تبقى ماسكال طبعا. وهو مديني قيمه البريشر تحت القرايه ابسوليوت يبقى انا صح. طب افرض كان مديك فوق جيج حوله الاول ابسوليوت او تحول القرايه اللي تحت لجيج لازم الاثنين يكونوا نفس النوع. واضح؟ المعادله دي فقط تعويض مباشر جبنا الاتش بتاع الوتر. طب عايز البريشر الجيج اللي بتقراه برضه نفس الكلام بي بي بتساوي بي اي فوق ما هو محبوس فوق برضه اللي هو 180 زائد عمود كبير من الميه فقط. روتر جي اتش ارتفاع الميه بقى هنا قد ايه؟ 80 زائد الاتش اللي انت جبتها في الخطوه اللي فاتت. واحد يقول لي طب افرض جبت اتش واحد غلط او ليش ووتر غلط يبقى جيبي بي بي غلط انا مالي هتتحاسب على غلطتين. واحد شاطر شويه يقول لك طب ما انا اعمل ديتا وابعد عن الغلط صح؟ لو عملت ديتا ينفع يا شباب يبقى ديتا؟
ينفع ووتر ووتر كونتينوس. ايه ميزه الجيتم ده؟ اقول ان البي اكس هنا بتساوي بي اي ناقص رو متر جي اتش دي، وبي اكس هنا بتساوي بي بي ناقص رو ووتر جي اتش دي اللي هي برضه 80 لانه الوحيد البي بي. جبت البي بي بدون ما احنا بنين كده تبقى ضامن ان جبت دي لوحدها ودي لوحدها، انما في الاخر المساله ابسط من ان احنا هنقول نغلط ونقرر غلط وهكذا. هو الاول اللي بيقول علينا نقسم كده يعني، ما هو مش مقسوم لاخره، ما هو الكيوت متصل من فوق يا باشمهندس. لكنه يوتيوب بس لا هو مش هو تحت، ممكن يكون فاصلين من تحت والميه بقى معديه من فوق. براكتيكال يعني لا سهله تعمل. طيب دي المسألة اللي كنت ناوي اسيبها لكم تحلوها، بس هي لقيت انها فكرة مهمة انها تتقال يعني، بس انتوا هتحلوا معايا، بس هي مش محلولة في سلايدز، احنا هنحلها سوا على في الصبر. بس قبل ما اقفل اللابتوب احنا قدامنا قد ايه؟ 10 حلوين قوي، 10 دقايق زي الفل، في دقيقتين زيادة. طيب اي حاجة خاصة بالمحاضرات، محاضرات سواء سلايدز او بي دي اف شيتات، اي ماتيريال خاصة بالمادة بتاعتكم هتلاقوها على الدوك سبوت اللي هي المدونة اللي هي اللي عايز بقى حابب بقى فلويد وبتاع عايز يتفرج على الفيديوهات اشرح له الفيسكوستي طبعا، اشرح له السيرفيس ديتس اتنشن بتاع الحاجات موجودة على يوتيوب تشانل. الحقيقة حاجات انا عملتها السنه دي فقط، بس انا عندي ماتيريال كتيرة قوي اتخزنه، بدل ما كنت بديها للطلبه كده في جيبها، خد يا ابني ادي لزمايلك، خد اعمل، قلنا هنخليها ايه مكتبه موقع كده ونعمل ابلودنج لاي حاجه محتاجينها عليها. انت خد اي لينك من دول وخش كده يعني المحاضره دي هتلاقيها مرفوعه النهارده اخر المحاضره ماشي. والحقيقه فكره التصوير دي فكره رائعه يعني، ممكن اخد منكم الفايل ده واحطه مع السلايدز جنبها كده وبعدين اديكم ايه؟ محاضره فيديو بقى. ماشي؟ هتبقى حاجه كويسه، اللي عايز يستنى المعلومه مره اثنين ثلاثه وقت. ممكن السلايد كلها حضرتك تنزلها عشان تكون معانا في المحاضره. هو اول سبب يخليني ما اقدرش اعمل كده ان ما كانش المفروض اديكم المحاضره بتاع النهارده. يعني دي مش محاضرتي. يعني الحاجات دي انا بدرس نفس الكورس الثاني ميكانيكا مع اختلافات. فانا يعني تقسيم الديوتي ده يعني صح ان انا اديك المحاضرات اللي انا بقولها لك. خدت بالك؟ فيعني الحاجات اللي انا طالما اديتها دي خلاص يبقى دي هتنزلها. الباقي الله اعلم. الديفولت المفترض اديك كونتينيوتي ومومنتم وانرجي اللي هو بقيه الكورس في الداينامكس يعني. خلاص؟ نرجع للمساله هنقلها بس على السطوره وبعدين اقف سلايد عشان احنا كده خدنا وقت اطول من 10 دقائق عشان نحل بس المساله. والحقيقه انا عايز الفت انتباهكم ليه؟ اي حاجه بتتكتب على السبوره في رايي مهمه. يعني تبقى فيها حاجه كده ايه؟ اهتم بيها عشان ده بونص للي حضر. هو اللي ما حضرش هيشوف السلايد صح؟ انما اللي حضر شاف السبوره ايه؟ هيبقى حاضر برضه. نبقى منتج. طيب هننقل الرسم دي. طبعا كان نيوتن كان وزن هيبقى نيوتن بنيوتن. This added to the top of the vessel
The oil rises an additional distance. نتيجة الويت الزيت طلع هنا مسافة عمال 10 سنتيمتر. Up the tube as shown. How large is the weight in Newton? ده واحد. تاني اتفضل. تحلل ايه بقى؟ الحمل من 10 يعني نعمل كده ونسمي دي اتش مثلا. جميل. مليه بقى الحمل. ها؟ هو ينفع نبتدي حل المسألة بكلمة 10 سنة 15؟ أنا عايز معادلة. شو نبتدي أول حاجة في مسألة الضغط اللي هو الريفرنس اللي هنسيب المعادلة مرة شمال مرة يمين، ده عشان أسهل، مش غلط اللي أنت قلته، عشان بس أمسك المسألة من أولها. ها؟ يبقى هنعمل الضغط، عايز واحد شاطر يقول لي هنعمل الضغط فين؟ عند البيستون. هو يعني معلش انا خدت دوت لاين كده، هو ده عند البيستون بالظبط يا شباب ولا فوق شويه؟ ليه فوق شويه؟ البيستون نزل. لان لما حطينا الويت يبقى هنا اذا فعلا كان في الاول بوزيشن معين كده، لما البيستون ده نزل المسافه دي ولتكن دلتا اكس اهي، حصل ايه في الليكويد؟ طلع مسافه ال عالمالي. فين بقى الضيطة؟ من هنا لهنا ولا لفوق يا شباب؟ اللي تحت. انا بحل بعد ما المسألة اتحركت وبقت ستيبل كده، بعد ما حطينا من صح يبقى اكس اكس. هنا في الحالة البيستون نزل لحد نقطة اكس. تاني بقى معادلة الضيطة، مرة يمين مرة شمال. من ناحية اليمين بي اكس بتساوي ويت اللي هي فورس على الاريا. مش ده بريشر؟ صح؟ واحد زعلان يقول لي يا عم فين الاتموسفيريك بريشر؟ وانت سامع نفسك هتحط هنا اتموسفيريك، هتحطه هنا في داخل هيطير بعضه، اشتغل جيمس ورايح دماغه. يبقى احنا شغالين جيمس كده باي ديفولت. جميل. سؤال تاني، هو الويت ده الوزن اللي انا حطيته ولا مع البيستون كمان؟ البيستون. لو سيادتك بقى دخلت البيستون كويت في الحزبه هتصعب المساله. ليه؟ لما البيستون لما كان موجود كان رافع الليكويد بمسافه، لما حطينا الويت رفع الالي، فكده في مسافتين ده غير الاكس اللي هي بسبب الالي. طب ما انت اعتبر ان البيستون وزود ويت، هو الايفكت اللي حصل نتيجه الايه؟ الوزن الثقل مش البيستون. اعتبر البيستون ده حاجه كده ريش، فالويت حطيناه نزل اكس من ناحيه اليمين طلع ال من ناحيه الشمال. واضح؟ عايز المعادله دي من ناحيه الشمال بقى، ركز بقى قوي بقى. بي اكس من ناحيه الشمال بيساوي بي اتموسفير، قلنا جيتش ما بحبوش اهو، زائد عمود هو كل ده كل واحد، بس احط العمود صح، بروين في جي في الهايت، العمود ده في الهايت. الهايت ده عباره عن ايه بقى؟ واحد بيقول لي اتش زائد دلتا اكس اتش اللي هي ال ساين سيتا. في ناس ثانيه تقول لك لا يا عم زائد دلتا اكس ساين سيتا، واحد يقول لك لا يا عم هي ال زائد دلتا اكس ساين سيتا. في كذا اختراق سيتا جنب الدلتا اكس من عشان الدلتا اكس. طيب ايهما صح الاول؟ اللي هنا ولا ده ولا ده؟ اللي تحت. اللي تحت. اللي تحت خالص. في حد مختلف يا شباب؟ ممتاز. فعلا اللي تحت هو اللي صح، لان انا بتكلم على الفاريشن بتاع البريشر بطلع بنزل، ماليش دعوه لا مايل ولا ساين ولا، انا عايز ارتفاع. فالارتفاع ده عباره عن اتش اللي هي ال ساين سيتا يعني صح، زائد الارتفاع ده. واحد يتلخبط يقول لك بس المسافه دي على مايل اكبر من اكس، يا ابني انا ماليش دعوه بالمايل، انا عايز الارتفاع عشان بتكلم على بريشر فاريشن، يبقى زائد دلتا اكس. النقطه بس اللي ناقصاك تجيب لي دلتا اكس بكام؟ الفوليوم. عشان اعرف اجيب لي وين؟ هجيبها من الكونسيبت بتاع الايكويفالنس بتاع الفوليوم بالظبط. يبقى باي على 4 دي كابتن تربيع في دلتا اكس ناحيه اليمين هي اللي زقت الفلويد الناحيه الشمال، باي على 4 دي سمول في ال ولا اتش؟ انا بتكلم على فوليوم مش بريشر بقى. الفوليوم هيتحرك على الماسوره وهي مايله، ففي ال وليس اتش كده بتكلم على بريشر. شفت اللقطه؟ فهي باي على 4 دي سكوير في ال، ده الحجم اللي اتحرك، ال ده الحجم الفوليوم اللي اتحرك نتيجه الاكس اللي ناحيه.
من المعادله دي عرفنا الدلتا اكس قد ايه، احطها في المعادله اساوي بي اكس دي بي اكس دي اجيب الويت بتاعي. شكرا ليكم يا شباب. انا كده خلصت المنطس الاسبوع الجاي ان شاء الله احنا دكتور كريم خش هيكمل بقى الاستاتكس الرابعه انا هخلصها وبعدين اخش البراند داين. او هو لو حابب بما اننا ابتديت الاستاتكس اكمل معاك، بس انا يعني ليا لسه بسيط معاكم لان انا ليا اكبر جزء من الكورس يعني. شكرا جزيلا.